انا بقى عندي خطه لصوص الطماطم ده، تعالوا اقول لكم الخطه بتاعتي ايه. الخطه بتاعتي ان انا هقسمه على نوعين مكرونه، هخليه احمر لمكرونه حمراء، وهخليه روزيه او بينك لمكرونه بصوص روزيه. فتعالوا نعمل ده مع بعض. انا هاخد كده ايه شويه من الصوص اللي غلي ده اجيبه هنا، بس زي الفل كده، وده نرجعه على النار. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي للصوص الروزيه الكريمه اللي هتحوله لروزيه، فانا هاخد هنا كريمه او لبن او قشطه او قشطه وش لبن او قشطه بلدي، كل ده ينفع. القشطه البلدي بس حساسه شويه للحراره فما بنصحش بيها قوي. وهاخد شويه اعواد بقدونس مفروم. بقى عندي هنا صوص روزيه اهو من نفس اساس صوص الطماطم، وهنا بقى عندي صوص الطماطم. طيب صوص الطماطم هعمل فيه ايه؟ هاخد فيه السباكيتي اللي انا سلقتها اللي هي 3/4 سوا دي، مش هيهون عليا الصراحه يعني تكمل سواها لوحدها كده، لا لازم تكمل سواها في الصوص عشان ده هيدي نتيجه احسن بكتير. احلى مكرونه اللي تستوي في الصوص ما تستويش في الميه، او تكمل على الاقل سواها في الصوص. وهنا الصوص الروزيه الكريمه عماله تغلي مع صوص الطماطم. هنا انا هقلب بس تقليبه صغيره كده. الله الله الله، شويه مكرونه دول ما يستاهلوش غير بقكم، عايزين جنبيهم شويه بوفتيك ولا شويه بانيه ولا شويه كده ايه فراخ مشويه ويبقى الغدا جهز. بس انا هسيبها تقفل سواها، اللي هو يعني مش هياخد اكتر من غلوة او اتنين وتكون كملت سواها. فانا سايباها في الصوص على نار عالية، النار الهادية مش صديقة المكرونة قوي. طيب هنا الصوص الروزيه الجميل ده هنعمل فيه ايه؟ احنا مجهزين له برضو مكرونة فرفلي نص سلق، نجيب بس سباتشولا والمقادير على الهواء اهو زي ما قلت لكم. 400 جرام مكرونه فرفلي نص سوا، نص كوبايه بقدونس مفروم، ممكن يكون شبت، ممكن يكون كزبره، ممكن يكون ريحان، ممكن يكون اي خضره او اعشاب بتحبوها في الدنيا. عندنا صلصه طبعا زي اللي عملناها بالظبط، صلصه المكرونه الحمراء الاساسيه، كوبايه كريمه طهي، واتفقنا ان ممكن نبدلها بقشطه او بلبن عادي جدا، وكريمه حمضه بتبقى روعه كمان. وعندنا جبنه بارميزان، ممكن تبقى جبنه شيدر او جبنه رومي او من غير جبنه خالص. هنا الصوص بتاعي اهو الروزيه غلي اللي انا ما تعبتش فيه خالص، انا خدته من صوص الصلصه الاساسيه. يعني انا لو عامله الصلصه الاساسيه دي وحطها في الفريزر بقى عندي مكرونه في اي وقت بصوص بينك او بصوص عادي. ادي المكرونه كلها، وبنفس الطريقه هقلبها مع الصوص بحيث ان هي تفنش او تخلص سواها فيه، فتبقى احلى بكتير. نعلي النار عليها تقليبه، بصوا شكلها اصلا يجوع من غير حاجه. وانا هسيبها بقى تاخد غلوتها مع الصوص وتظبط، عايزه بس اطمن على الملح. مش عايزه ملح خالص، مظبوطه جدا. والسباكيتي هنا الله الله شربت الصوص وبقت زي الفل، هشيلها من على النار. ومجرد ما الفارفيلي او الفيونكا، انا عماله اقول الاسامي الايطالي عشان تبقوا عارفينها كمان، الاسباكيتي اللي انتوا شفتوها دي، الفارفيلي، الفيونكات، الفوسيلي اللي عامله احنا بنقول عليها سوستا، هقول لكم على كل اسم حاجه دلوقتي حاضر. والفارفيلي هنا احنا سايبينها بس تغلي مع الصوص الروزيه اللي هيبقى الصراحه رائع رائع رائع، مش قادره اقول لكم طعمه وعجبني قد ايه، وانا بحبه اصلا قد ايه، وبيليق على حاجات كتيره قوي. هنسيبها تاخد غلوتها وندخل في اللي بعده. طيب اللي بعده ايه؟ اللي بعده عندي الطريقه الاسهل، وانا عملتها لكم قبل كده بس ما كانش ينفع يكون عندنا حلقه مكرونه وما نعملهاش، فهنعملها تاني. الطريقه الاسهل على الاطلاق لان احنا نعمل مكرونه بوايت صوص. اجيب بس حلتي احطها هنا، وانا بحب بقى للوصفه دي اخد حله اكبر شويه. ليه؟ عشان عندي حليب وهيغلي كتير، فمش عايزاه يفور ويطلع بره، فعشان ما يفورش خلوا الحله دايما اكبر من المقاس اللي انتم محتاجينه بشويه. المكرونه الروزيه ما بقتش يعني ايه محتاجه مني اي حاجه غير انا هديها رشه جبنه مع الصوص ورشه جبنه على الوش، هدي كده بس، ونسيب دول الوش ونقلب.
ومش محتاجة غير ان احنا برضو نشيلها من على النار. يبقى انا كده مخلصة نوعين مكرونة لحد دلوقتي، هجيبهم هنا على جنب لحد ما يجي وقت التقديم. الاسباكيتي خلصت والفارفيلي اللي بالصوص البينك خلصت، والاثنين طالعين من صوص واحد اساسي وهو صوص الاحمر او صوص الطماطم العادي جدا بتاع المكرونة.